أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. المرسلة أم مقبل تقول في سؤالها الأول: ما حكم، تقول أنا لدي إخوة من الرضاعة، فهل يجوز لي الذهاب معهم لأداء فريضة الحج أو السفر مع أحد منهم إلى أي مكان ولو كنت وحدي؟ فإني قد سمعت من بعض الناس أنه لا يجوز الخلو بأحد من إخوة الرضاعة، أفتوني مأجوري. إذا كان الرضاع تاما، يعني يكون 5 رضعات فأكثر في الحولين، فإنه يثبت المحرمية، يثبت المحرمية للأم من الرضاعة والأخوات من الرضاعة والعمات والخالات من الرضاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ويكون محرما، يكون المرتضع محرما لمن أرضعته ولأخواتها وقريباتها. نعم.